حجاج خراسان خبر تمرد حسين الخارجي من موالي قيس بن ثعلبة من أهالي أوق. تمرد على الدولة العباسية فتبعه خلق كثير، وكان نائب العباسيين على سجستان عثمان بن عمارة، فأرسل جيشا لقتاله فهزمهم حسين، ثم دخل خراسان وقصد باذغيس وبوشنيج وهرار. كتب الخليفة هارون رشيد العباسي إلى خاله وعمله على خراسان في طلب حسين، فسير إليه الغطريف القائد داود بن يزيد في 12,000 مقاتل، فلقيهم حسين وهزمهم وقتل منهم خلقا كثيرا، ثم سار في خراسان وقوي أمره، فشكل خروجه تحديا كبيرا للخلافة العباسية.